ببارك للنادي الاهلي على الفوز، وبكلم الناس اللي هي مستعجله وبتقول ان احنا كده طلعنا وكده خلاص وكده، لا احنا طول عمرنا بنلعب بره بنبقى احسن من جوه. وبوجه رساله للجمهور ان يقف جنب النادي، احنا في الحلوه وفي المره معاه. بوجه رساله للناس اللي بتهاجم مستر موسيماني، يا جماعه ده مدرب محترم جدا وعمل كل حاجه ووصل الفريق للهجوم كذا مره وكذا فرصه تضيع من اللعيبه بتاعتنا، فهو التاثير مش منه ولا من اللعيبه. اللعيبه ما فيش حد فيهم عايز يفشل ولا عايز ما يجيبش جون، فبقول لهم ان الوقوف جنب النادي في الوقت دوت احسن من الوقوف جنبيه واحنا كسبانين، وان احنا في كسبانين وكل حاجه، بس عايزين وقفه من جمهور الاهلي. يعني الفرقه ادت تاديه كويسه والماتش كان ماشي كويس، بس هي فارت التحكيم الهديفي بس عندنا احنا، يعني الفرقه بس ناقصها ان هي تجيب اجوان، وان شاء الله الماتش الجاي هيبقى كويس وهنهدف باذن الله. هو ما شاء الله الاداء كان كويس جدا، بس المشكله في الشوط الثاني ما عرفناش نحافظ كويس اللي احنا ندخل اجوان، دي كانت المشكله الوحيده اللي احنا كنا نعمل فرق سكور هنا، بحيث ان احنا لما نسافر هناك ان شاء الله نبقى مستريحين على الاقل. النادي الاهلي يعني عليه مجهود جامد في المباريات المتتاليه سواء كانت محليه او افريقيه، فبيبقى فيه جهاد على اللعيبه، مع ان انا يعني شايف ان اللعيبه الحاليه برضو واللعيبه اللي قبل كده واللي قبل كده طول عمرهم بيأدوا اداء كويس، والنادي الاهلي معودنا ان هو يفوز، وان شاء الله ربنا يوفقه في الماتش اللي في العوده ان شاء الله، ونتمنى من كل قلبنا ان الاهلي يبقى في القمه زي ما معودنا ان هو على مدار يعني 100 سنه ان الاهلي هو الاهلي يعني.